أنتم فلسطين على ميد راديو، برنامج بكل وضوح. رفقة الكاتب والباحث فتح لي نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي، أهلا بروفيسور. مرحبا لله سناء، بارك الله فيك. شكرا. موضوعنا اليوم هو الصعوبة في اللغة والقراءة والكتابة عند الأطفال، وضيفت بكل وضوح الحلقة اليوم غزلان رزقي، أورتوفونيست اختصاص تقويم النطق. مرحبا غزلان. الله يبارك فيك لالا، ميرسي بوكو. اذا بروفيسور وغزلان رفقي، اليوم غادي نتكلموا على الصعوبه في اللغه والقراءه والكتابه عند الاطفال بالتحديد، وكنعرفوا على انه الوالدين كتكون عندهم واحد اللهفه كبيره على انهم يسمعوا الطفل ديالهم كيتكلم يعني في اول مره، ولكن اللي كيتاخر سواء في النطق ولا في الكلام يعني تيتخوفوا ما تعرفوش واش هذا تاخر طبيعي ولا راه كاين مثلا مشكل مرضي، وخاصه وانه هذا التاخر كيشكل يعني صعوبه في التعامل مع يعني هذاك الطفل، كيفاش غادي يتعامل مع الاخر مع المحيط الخارجي ديالو، خاصه ملي غيوصل لمرحله يعني ديال المدرسه. ففوقاش مثلا الوالدين يفرقوا ما بين انه راه حاجه عادي ياكل الطفل على حسب البنيه ديالو على حسب القدرات ديالو في النمو، وفوقاش راه كيحتاج على انه على الاقل تكون واحد البدايه استشاره. اول حاجه خصهم يعرفوها الوالدين هو ما خصهمش يقارنوا بين الدراري ديالهم، راه كيكون توام وما كيكونش ما كيهضروش في نفس الوقت، حاجه عادي كل واحد كيفاش النمو ديالو، كل واحد كيفاش ليفولوشن ديالو. دونك اول حاجه ما يقارنوش. ولو لانجاج ولا اللغه لو ديفلوبمون دو لانجاج راه ما كيبداش فوقيته وحده، يعني ماشي نقدروا نقولوا في عام ونص صافي خصهم يهضروا، لا عندهم واحد لا فوخش، عندهم بين عام ونص وثلاث سنين. هنا كي ديفلوبا لانجاج ديال لانفون، دونك هنا كيخص يكون عنده على الاقل امتي باجاج كلمات صغار قلال وهذا. ومن ثلاث سنين حتى لخمس سنين عاد كيبدا الطفل كيدير الجمل وكيكون جمله كيدير موضوع. دونك الوالدين ما يتخلعوش الى وليداتهم تعطلوا على عام ونص لهذا، راه كل واحد كيفاش كيديفلوبا. هو الواحد فوقاش يبدا يتقلق هي الى وصل للدري 3 سنين 4 سنين وباقي ما كيهضرش ما كيقول حتى شي كلمه، هنا مشكل. ولكن عاوتاني حاجه ضروريه اللي خصنا نعرفوها لي بارون هو ان الولد قبل ما يقولوا ما كيهضرش ما كيهضرش خصو يكون مشى لاكريش، خصو يكون دار في ان بان دو لانجاج، يعني مشى لاكريش الواحد يقدر يشوف فيه مثلا الطفل واش بدا كيجرب زعما باش يجي البيلون. يقدروا يجيو يشوفوا الاورتوفونيست يدير لهم ان بيلون، الا شاف الا تخلعوا ولا شكوا ولا شي حاجه ابارتيغ دو 3 اني 4 ان 3 سنين ونص 4 سنين ونص 4 سنين الا تخلعوا شافوا بان الدري ما كيهضرش كاع. ولكن ما تطلبش من الدري يهضر الا انت ما درتيش في لاكريش، داك ضروري الاحتكاك اليومي مع الاطفال، الاحتكاك اليومي مع الاطفال. ومن غير هذا الاحتكاك كاينه الاستاذه في لاكريش عندها الاساتذه في لاكريش اللي عندهم لو سوسي ديالهم هو داك الوليدات كيهضروا معاهم بان لانجاج اللي كيتفهموه، داك النهار كله هي كتهضر معاه، الوليد اللي خليتيه في الدار ما كاينش اللي غيهضر معاه، وبغيتيه يهضر ما يمكنش، اعطيه باش يرجع لك. داكشي علاش كنقول لاكريش اعطيه باش يرجع لك. اولا كنرحب بالاستاذه غزلان. شكرا. هذه من الكفاءات الشبابيه اللي تعرفت عليها في هاد السنين المؤخره، هذا هو المغرب النشط والمغرب الخلاق الفرص الشغل. ف الله يكثر مثالك لغزلان. فالعمل ديال الاستاذه غزلان هو ملي كنتعرفوا على شي حاله ولا شي وضعيه عند شي وليدات اللي كيخص استشاره ديال واحد الاختصاصي في هذا الميدان، لان كاين ما تسمى امراض اللي غادي تعوق الكفاءه اللغويه والكفاءه الفكريه عند الطفل من ناحيه ديال النطق، من بعد من ناحيه الشفويه، ومن بعد من ناحيه الكتابيه في التمدرس. الانسان طفل كشخص عنده قدره فكريه ما تدردش البال لانه كل حاجه عندها اتصال مع مجموعه ديال العوامل في البيت. في سوره البقره واحد الامر هائل وجميل وتشرف الفكر الاسلامي، انه الله سبحانه وتعالى ملي كيتكلم في سوره البقره على الوقت ديال الرضاعه وتيقنوا في اقصى حد عامين، والله سبحانه وتعالى في الحكمه الهائله ديالو تيقول لنا ولكن راه بعض الامهات
يقدروا ما يقدروش يردوا عامين، انه يفطموا ولدهم او بنتهم قبل. كنضيف واحد المعلومه كما المحب قاعدني على الاسئله وغنوضحها ان شاء الله نهار السبت، هي خاص القرار ديال ان الام تفطم ولدها يرجع للوالدين بجوج. ماشي الام ماشي غير الاخ. شاف 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 شو الحكمه؟ علاش الفكر الاسلامي في سوره البقره في الفصال اللي غتبغي الام تفطم خاص القرار يتخذ بتراضي، القران يقول لكم تراضي ما بينهم بجوج، ما بين الام والاب. علاش؟ شوف دابا الطفل باقي عنده 6 شهور، باقي عنده 7 شهور، باقي عنده 8 شهور، باقي ما كيهضرش، الام عيات مابقاش الحليب، مريضه. قرار كيقول لنا الله سبحانه وتعالى في سوره البقره بالتراضي، يعني خاصها تقنع راجلها وتقول لها الشريف كذا. شنو الحكمه؟ ما علاقه هذا الامر بهذا الموضوع؟ شنو علاقته؟ قبيله اور اونتين كانت لالا غزلان كتكلمنا على صعوبة الارتيكولاسيون ياك لالا غزلان، وقلت لك عفاك لما ملي نرجع ندخلوا الحلقه لما اعطي لنا هذا المثال ديال هذاك الطفل. عاود لي الطفل اللي لبستيه الطابليه ديالك اللي كان اللي عنده البيكيمو كيتمثل في الحصص ديال الترويض. واحد النهار ما بغاش، عيت معاه وعيا بلي داك زيرسيس ديال الترويض. جيت انا قلت له اش غندير ولدي؟ غادي تلبس طابليتي وغنتولي انت. هو غزلان يعني، هو لوكتوفونيست، وانا غنولي بحدا مريضه جات عندك. دازت نص ساعه ما تمتمش فيها مره واحده حيت خرج من الذات ديالو. بروفيسور يعني كيفاش تفسر مثلا؟ ها علاش دابا مشيت انا لهذ النقطه هذه؟ لان راه كل حاجه في العلاقات الانسانيه عندها اصلها، بحال الرياضيات عندها راسين كاري. ما يمكنش عندها ماتيماتيسيان ما يعرفش يحسب ماتيماتيسيان راسين كاري ديال النومبر. راه كذلك عندنا حدات عنده راسين كاري ديالها. ما معنى راسين كاري؟ شنو هو الكاري في البني؟ هو الساس، هو لي فونداسيون بريمير باش تبنى هذاك الساس الاصلي باش تبنى الحدث. لقيت اللي لالا غزلان عطات لهذاك الطفل صفه، اون فونكسيون، عطاتو صفه. دابا جيت كنقول فلان من هاد الدري كيتسيف، مال فلان تسيف عليا؟ راه سيدنا العمر ما ساهلينش الحكمه ديالهم، فملي كنقولوا تسيف يعني خدا صفه اخرى، ياك؟ ملي عطاتو الصفه ديال شخص متمكن وعنده علم، يعني ملي قالت ليه اجي خذ بلاصتي وهكا الطابليه، يعني إلي دوفني ان تونون ليو دو سافوار، مكان، مكان هي دوات على الذات، حنا كندويو على مكان، ها؟ هي دوات على الذات، راه ماشي ذات الجسم ديالو، راه ذات معنويه، حنا كنسميوها المكان. مكان حامل لمعرفه ومعلومه. فهنا ملي كنبغيو نفطموا الدري، القران الكريم ماشي صدفه. ولا رجعنا في سوره البقره تما بغينا نطلعوا نسبقوا هذه الفوق، بغينا نرجعوا للاصل ديالها، غنلقاو الله كيتكلم لنا، غيبدا من الجماع، من الغابور سيكسيوال في سوره البقره. غادي يبدا من الجماع. وغادي يدوز ياثر فعل الجماع في سوره البقره. وغادي ياثر العلاقه ديال الزوج مع الزوجه غياثرها. وتيقول الراجل الا كنتي غتعامل هذه المراه باش تضرها غيقول لي هكا، فهو ظالم لنفسه. غيسميه ظالم لنفسه. وغيتم جاي مع قصة البقرة كنوضح لنا القرآن الكريم جاي 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 حتى غوصلنا الوقيته اللي الأم باغا تفطمو، وما خاص يتم جاي الفعل أحادي الجانب، حيت راه أبوين، راه والدين، ولو هي حملته في الأحشاء ديالها، ولو هي رضعته بحليبها، ولو هي تعبات، راه كاين واحد السيد هو. شوف الله سبحانه وتعالى لم يبخس الأب، ما حيدش ليه مكانته، ما تحقرش الاب، ما تمحاش، ولو انه الغائب، هو راه انفيدي، هو غايب. الوقيته اللي لالا غزلان عطات لهذاك الطفل هذيك الصفه ديال اجاو اللي جلس في الكرسي ديالي ما تمتمش، ما دارش تأتأة، ما تمتمش، يعني شافت فيه شوفه مكموله ماشي ناقص، شافت فيه شوفه ديال وريني علمني.
شتي اللي تحقر بلاصتو في لوجيستر سامبوليك في مكان الدلالات والرموز. شنو هو المكان الدلالات والرموز؟ واخا راس هذا الغبر واش ما كيفهم والو. ها هو تشارليه بانه لا يفهم شيء، تشارليه. فهو لقيت اللي تشارليه بانه لا يفهم شيء، هذاك المكان ديال الدلالات والرموز يعني البيت شنو اصبح الحقيقه ديالو؟ العنف العاطفي، العنف المعنوي، الحقره. فلقيت اللي المكان ديالي انا الداخلي تلاح عليا الحجر بحال شي واحد لحتي لي حجر في الطريق، هو غادي بسياره ما غيبقاش يسوق بسلاسه. لاحظتي دابا علاش؟ لاني لي كيستيون دارتيكولاسيون حتى اللعيب غادي يلعب كفاءه ديال البصر مع كفاءه العقل والتامل والنظر، كفاءه السمع، كفاءه النطق والحوار. لقيت اللي تلاح عليا العنف العاطفي اللي الام خدات قرار بوحدها. وانتم رجعوا لبعضياتكم وشوفوا شحال من ام تشاورات مع راجلها ولا ما تشاورتش معاه. كتجي الام بوحدها كتفطمو. شفنا العلاقه تاع الوالده وولدها. لا راه كنقول لكم الفكر الاسلامي راه هائل. فكنشكر لاله غزلان في العمل ديالها، الله يكثر من الشباب بحالك لاله اللي دخلتي للمقاوله الحره ما مشيتيش درتي وقفات ولا انا درت وقفات ولا شي زوجتو. راه العمل حاليا في المغرب الحبيب هو في القطاع الحر، هو في الذكاء، فهي تبارك الله مشات وقلبات لان المغرب محتاج كفاءات بحال هادو. مرحبا بك لاله. لا سمحت غزلان، يعني البروفيسور تكلم على واحد النقطه ديال الحقره، وحنا كنعرفوا على انه سواء الوالدين واخا ما تيقصدوش انهم مثلا يبخسوا ولا حقروا مثلا وليداتهم ولا ذاك المحيط العائلي ولا حتى الاطفال في المدرسه، ولكن ملي كنشوفوا يعني شي وليد صغير مثلا كيتمتم ولا مثلا عنده تاخر ولا صعوبه فمثلا انه يكون جمال ولا مثلا كيتعطل في الهضره، ما كنعطيوش الوقت الكافي يعني من نبداو من الاسره حتى المدرسه حتى المحيط، يعني دائما راه مريض، يعني هو الطفل وكيسمع يعني المحيط ديالو دخلوا في ديك الخلاء انه مريض وانه معطل في الهضره. فهمتك، ولكن هو حاجه الوحيده اللي بغيت نقول للمستمعين هو ملي كيكون شي طفل عنده شي مشكل في النطق ولا في القرايه ولا في الهضره ولا شي حاجه، اون فوا كو لي بارون كيجيبوا داك الطفل كيدار ليه ان بيلان كيتشخص الحاله ديالو، الطفل كيحس براسو خفيف، كيحس براسو التعاون. دوك حتى داك ما كيبقاش كيولي حتى هو لا بيرسوناليتي ديالو كتبان. دونك ملي كيجيبوه غير بوغ ان بيلون كيجيبوه لي بارون كتقول لهم انا فهمت راه ماشي مكلخ، ماشي ما بغاش يقرا، راه عنده صعوبات، راه او نيفو دو سيرفو ديالو راه ما كيقدرش يقرا، ولكن هادشي كله راه كيقدر يتجاوز، عنده الحل. الطفل كيتحل كيولي هو كيدير المجهود، واخا هو كان قبل فقد يأس فقد الامل كيولي هو كيدير مجهود. علاش؟ كيقول بحال انا كنشرحها لي بارون سهله، كنقول له بحال انا عطيتك شي حجره ديال 100 كيلو وقلت لك هزها فوق ظهرك، ما بغيتش نعرف هزها، راه هي هذيك الطفل. ولكن الا جيت وقلت لك بزاف راه ثقيله عليك راني عارفه وبلاتي حنا غنحاولوا نلقاو الحل باش نهزوها معاك نعاونوك، ها هي اللي كنديروا للطفل، كنقول له الترويض غادي يعاونك. واخا بغيت غير ننتبهوا من الناحيه ديال التسميه. الطفل اللي عنده صعوبه في التكلم ما مريضش، وخصنا ننتبهوا ما نحطوش عليه تسميه مريض. ملي مثلا كنشوفوا تسميه في الريبرتوار في فرنسا كنلقاو تروبل في ديفيسيونس او نيفو دو لاتونسيون، راح تيقولوا تروبل اي ديا ما تيقولوش مالادي ديفيسيونس او نيفو دو لاتونسيون، حيت هاد التسميه هذه عندها دور في المجتمع المغربي. ملي كنلقاو واحد كيقول لك انا عندي القلب، ما تيقولش انا مريض مرض القلب ولا، كيقول لك انا عندي القلب، انا عندي الروماتيزم. ملي حنا في واحد المجتمع اللي متفشي فيه الفقر، والفقر عنده راه جوج انواع، كاين الفقر المادي وكاين الفقر المعنوي. الفقر المادي راه ما صعيبش، راه الفقر المعنوي اللي خطير. هو كتلقى ناس محتاجين صيغه التملك المطاسه، ملي ما قدرش يتملك حتى حاجه او المتملكات الاشياء اللي عنده ما كافياش باش ما غلغلش فيها كيتم جاي واحد المرض. لان قبيله تبارك الله في الذكاء ديال لاله غزلان كندوات على التوان، قلت لك راه جوج توان غادي. علاش؟ لان هما هذوك التوان كيتكبوا الوالدين خطا ملي كيبداو يلبسوهم نفس اللباس ويديروهم في القسم ويديوهم، هذا راه صعوبه لان هو راه غادي ديكلونش عنده واحد لو بروسيس، واحد الميكانيزم نفسي اللي غادي يجعله يتميز على خوه او على اخته توام.
شتي لما عطينا شي تميز في الافعال والاعمال غادي يتميز لنا في الامراض فغادي ديكلونشي واحد الباثولوجي. فهنا بغيت ننبه الوالدين ما تبقاوش تستعملوا هاد كلمه مريض على ولدكم اللي عنده صعوبه، قول عنده صعوبه عنده اضطراب، اما مريض لا، حيت لا قلتوا مريض وحنا في المجتمع كنسميو عندي القلب، شوف عندي ما كنقولش مريض بالقلب، عندي النفس ديال الانسان ملي كتسمع عندها غادي تاخذها كمكتسب باش تعنعن به في المطاسة في الاشياء الممتلكات غتعنعن به. واحد النوبه نرى عاودتها واحد الحباب في واحد الحلقه جاي في التراب، واحد الام جايبه واحد الولد وجالسه قدامي وكتدوي مع واحد السيده كتقول لها مال ولدك؟ كتقول لها عنده واحد المرض بوحدو اللي عنده في المغرب. وهذاك الدري صغير هو اللي يكون عنده واحد 8 سنين 9 سنين كتطلع عليه المراه اخرى وكت مسكين والاخرى قالت ليها وشتي هذاك البروفيسور وذاك الدكتور وهذوك لي ميديسان اليوم اجتمعوا كلهم واتصلوا بخبراء في فرنسا لان هو بوحدو اللي عنده هذا المرض. قلت لها لا لا راه عنده كل خير مصاب بالمرض ما عندوش، حيت الا بقيتي كتقولي حدا ولدك لا لا عنده والله لا طلق منه ما غادي ينوضش ينفر من الداخل كيركل من الداخل تيقول ما باغيكش ما باغيكش، غادي يولي يقول عندي وغيتقبلوا. وها علاش المجتمع عندنا حنا كل ما ديدو كيسعى تورينا شي مجتمع اللي فيه اغلبيه باغا تخدم وباغا اغلبيتهم كيمدوا يديهم، اغلبيتهم باغي المساعده بالسهوله، اغلبيه الناس قليل فجايه من هاد عند. لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح، غادي نعملوا فاصل اعلاني وغادي نرجع مباشره لاستقبال مكالمتكم الهاتفيه. مرحبا بتساؤلاتكم الا بغيتوا اتصلوا بنا على 0522 46 52 51 52 او 0522 43 00 00. الى عندكم اي تساؤل بروفيسور مامون مبارك دريبي ولا لضيفه حلقتنا اليوم غزلان رزقي اورتوفونيست اختصاصيه في تقويم النطق، الى عندكم اي تساؤلات فيما كيتعلق باطفالكم او لا يمكن لكم تبعثوا لنا بالاس ام اس للرقم 5080. يكفي انكم تكتبوا مات في الاس ام اس ام او دي، خليوا فراغ صغير كتبوا التساؤل ديالكم بعثوا كل شيء للرقم 5080. ورجعنا لكم مستمعنا دائما في برنامج بكل وضوح، غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالمتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52 او 0522 43 00 00. يمكن تكلموا على الصعوبه في اللغه في القراءه والكتابه عند الاطفال بحضور غزلان رزقي واللي هي اختصاصيه في تقويم النطق اورتوفونيست. غادي ناخذ اول مكالمه معنا محمد بن رشيدي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كي داير استاذ لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا سي محمد. مرحبا سي محمد. استاذ بخير لاباس عليك. مرحبا مرحبا احباب الاستاذ الرشيدية. شكرا بزاف على البرنامج. لا شكرا على وجهك سيدي محمد بارك الله فيك. مرحبا بك في الرشيدية راك في الاستثمار. الله يودي راه انا في اخبارك راه ما كان كل غير في مرض الرشيدية راه كنصيفط عليه من كيجي من الريس. مرحبا بك في اهلي وقيت عندي وبغيت بارك الله فيك سيدي محمد بارك الله فيك يا شريف. الله يسعدك يا دكتور ما عنديش مكالمة بزاف. بغيت تمسح لي ولا تساعدني ان شاء الله تفضل. كنت تفضلت في 2011 بالعلاج الراسمالي محمد الثالث. ربما تعرف اللائحه نتاع 4000 اطار في 2011. وكان تعينت استاذ ومن بعد شهر شهر باش ندير الخدمه ديالي وقع لي شلل نتفد. من بعد بديت محضر الامتحان ولكن المشكل ما المشكل دابا عندي في وزاره التربيه والتعليم يعني وقع لي مشكل في الخدمه دابا مازال عندي المشكل في وسط الوزاره ما حاله تفصلت من العمل ديالي. يعني ملي وقع لك هاد الاعاقه هذه كان عندك منصيب شغل وملي وقع الاعاقه ما بقاش عندك نصيب. ما يعني عييت معاهم ما طفوش معايا ما عرفتش علاش. وشنو السبب؟ شنو توصلتي بشي سبب شي حاجه؟ لا دابا ملي كنت محضر الالتحاق وهذاك الشيء كان هذاك الملف الطبي باش ندوزو كان وقع لي الشلل وطلعت للسبيطار شي عام وانا في تويتي ومعاناه كبيره دازت الصراحه. عندك شي اتصال بشي اين ديبارتمون في الوزاره؟ شكون الموارد البشريه وزاره التربيه الوطنيه الموارد البشريه في الرباط. توصلتي عندهم شي رساله ولا شي حاجه من عندهم؟ دابا يعني
كيقول لي يومين في الطبي ولا شي، ولكن دائما كيسالو في الطبي في الشهاده ولكن ما كانش كيجاوبني. الاجابه ما كيجاوبكش. واخا هانت غادي نردك الستوندار، تاخذ الايميل ديال البرنامج، دير لينا هذوك الوثائق اون بيس جوانت باغ ايميل، صورهم ولا سكانيهم وصيفط عندك. خرج لك النيميرو ديال الدوت ياك؟ دابا مؤخرا خرج لي النيميرو ديالهم. كان وزير السابق محمد الوفا كان يعني يرجعني للاداره، بعد دخلت الاداره وخرج لي النيميرو ديال 2012. إذن كنظن ستوندار أيه. وي صيفط لنا باغ ايميل معلومات، إن شاء الله نشوفوا. إن شاء الله. غادي ناخذوا مكالمة قبل نوقفوا فاصل إعلاني. معنا دريس من كناس. ألو. دريس من فاس. من فاس، مرحبا. مرحبا سي دريس. أهلا دكتور. أهلا أهلا دكتور. مرحبا. لاباس عليك أسي بخير. الله يبارك فيك سي دريس. والله العظيم راه كنتبعوكم مع سنين هذه، سنين. مرحبا مرحبا، احبكم الله ورسوله سي دريس. مرحبا الله يبارك فيك يا دكتور. الله يبارك فيك. مرحبا مرحبا. تفضل دكتور. انا دريس، عمري 45 عام، 45 سنه. وعندي مشكل مع الزوجه ديالي. يعني ما كنتفاهموش انا وياها في التواصل، يعني ما كنتواصلوش، يعني غير كنبداو نجبدوا شي مواضيع ولا شي حاجه صافي، يعني كلها وكي. ايش حال عندكم مزوجين السي دريس؟ مزوج هذه شي 17 عام. ومن هذه المده كلها مازال ما فهمتوش. وهذا دابا حنايا ما كنتفاهموش وما كنقدروش نتفاقم على ديالنا. عندكم شي وليدات السي دريس؟ عندي ولي في عمره، عندي ولي في عمره 16 عام. اييه. وعندي ولي في عمره 8 سنين. الله الله. قول لي. نعم. قول لي. نعم. نعم. ملي واحد كيتكلم مع واحد. نعم. واحد غادي يحمل الاخر. شكون اللي غادي يحمل الاخر؟ انت غتحملها ولا هي غتحملك؟ دكتور ما زعما ما فهمتش زعما هذا. لا لا لا، غتفهم ساهل، غتفهم ساهل. ملي كنكونوا كنديروا مذاكره مع اي شخص، مع صاحبك. نعم. ولا مع اختك ولا مع امك ولا مع اللي كان، واحد غيحمل الاخر. شكون اللي غادي يحمل الاخر؟ غيرك. شكون اللي غادي يحمل الاخر؟ واش القوي غيحمل الضعيف؟ لا لا، القوي هو اللي خصو يحمل الضعيف. ها القوي هو اللي غيحمل الضعيف. نعم. واش الراغب هو اللي غادي يحمل المرغوب؟ الراغب هو اللي خصو يحمل المرغوب. مزيان. دابا في الراجل والمراه شكون القوي فيهم؟ الراجل هو القوي. وشكون المرغوب فيهم؟ المرغوب؟ يعني كنظن هو الراجل. شكون المرغوب؟ الراغب وشكون المرغوب؟ شكون اللي راغب وشكون اللي مرغوب؟ ما فهمتش هذا السؤال. الراغب هو اللي طامع في الاخر. نعم دكتور. شكون الراغب؟ دابا نهار واش هي خطباتك من عند امك وباك ولا انت خطبتيها من عند امها وباها؟ انا اللي خطبتها دكتور. اذا انت نهار مشيتي قلتي. نهار مشيتي عند امها وباها اش قلتي لهم؟ انا طالب راغب. ياك ماشي طالب مرغوب. ما قلتيش لامها وباها انا طالب مرغوب. انا طالب راغب في بنتكم الماسونه العزيزه. اييه. اذا دابا احنا دابا فصلنا اللغه، نرجعوا دابا للمشاريع. شكون اللي غادي يحمل؟ شكون اللي غيحمل في المذاكره؟ شكون اللي غادي يهز الاخر؟ شكون اللي غيحمل؟ القوي ولا الضعيف؟ القوي. هو اللي غيحمل الضعيف. ها. وشكون اللي غادي يحمل الراغب ولا المرغوب؟ شكون اللي غيحمل؟ لحقاش دابا راك كتهضر معايا دكتور. وانا قبل ما بغيت نسلك واحد المعلومه، الله يجزيك بخير. شكرا الله. زيد. دابا انا كتبت اخطاء فادحه، يعني في الحياه ديك الربع سنين الاولى، 50 سنين الاولى، 6 سنين والاولى، كانت اخطاء حقها وما عارفش. ملي كنراجع ديك الذاكره اللي درت، انا كنبقى غير مع راسي، انا كنقول داك الشيء اللي كنت كنديرو فين كنت؟ ما عارفش، ولكن هي كتبقى تجبد لي داك الشيء القديم. كنقول لها انا راني قدرت داك الشيء، ولكن راني ما عارفش، راني ما مع كبرت انا واحد، ما كبرت لا مع امي لا مع با لا مع كبرت امي، مش عائله، ولكن ما عنديش واحد الحنان، يعني ما كيقول تقول لي لا يعطي. دابا انت هذيك الاخطاء ما قدرتيش تنسيهم ليها.
الى سمحت البروفيسور غادي نجاوبوا دريس من فاس وناخذوا باقي المكالمات بعد الفاصل. تفضل البروفيسور نجاوبوا دريس. باقي معنا سي دريس؟ باقي للاسف انقطع الخط. نصيحتي للسي دريس ماشي مشكل يكون انسان كبر يتيم ولا كبر محن ولا ماشي هو هذا المشكل. المشكل هو ما خصنيش نجهل نكون ما نكونش جاهل الشخص اللي مقابل معايا الخاصيه ديالو. الله سبحانه وتعالى تنقولنا ليس الذكر كالانثى. المراه ماشي بحال الرجل. النساء ما كيبغيوش الرجال يشدوا معاهم الضد. شي بغيتي تسلك مع 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 زوجتك ما تشدش معها الضد. سواء يكون عندها الحق ولا تكون غلطه ما تشدش معها الضد في هذيك اللحظه اللي هي تاخذ ذاك الموقف الحزم اللي كتبلوكا. اللي المراه كتبلوكا وتاخذ ذاك الموقف ديال لا وهذا الشيء ماشي معقول وكذا وكذا. حنا كننصحوا الراجل تنقول له الله يهديك في هذيك اللحظه ما تشدش معها الضد. وما مش مع الضد ما تناقش معها ما تقولش لها راك غلطه ما غلطاش منطقيا ماشي منطقيا ولا انا عندي تجربه عليك وانا كنفهم ولا ما تجبد والو. حني راسك واعطي ظهرك للعصا باك ها وحده. شتي لقيت اللي المراه زوجها هذا هو الدرس اللي عطاه سيدنا عمر لهذاك الراجل اللي جا يشكي عنده واحد الراجل مخاصم مع زوجته قال لها غنمشي نشكيك الى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عند سيدنا عمر اللي كان الخليفه في ذاك الوقت رضي الله عنه وارضاه. لقيت اللي غيدق هذاك الراجل على الباب ديال سيدنا عمر كيسمع مرته تتصبن فيه. وسيدنا عمر ساكت وهي تهضر وكذا وتخوت وساكت. هذاك الراجل هو يتم غادي. سيدنا عمر حل الباب قال لي فين غادي؟ قال لي انا جيت نشكي مرتي عندك لقيت انت حالك اكثر من حالي. هو يرد سيدنا عمر قال لي جي واش واخا ما نصبرش عليها؟ علاش؟ هذا حقها عليا. انك تحفظني وتتحفظني وتتهلا في الوليدات وتتصبر معانا وما نحن اللي ساهلين معاها. دابا انا كنشوف غير الام اللي تدخل من الخدمه ولدها الصغير كيساينها باغيها تركبو ياك لا غير كتعيشي هاد الحاله خاصك تركبين. حنا الباوات ما كيبغيوش يركبوا عندنا وما تركبوهمش. فتخيل المراه مركبه وكطيب مركبة الدري واش كيديروا تينقص في ظهرها تضحك تبارك الله ومجهدين ولادنا ماشي ساهلين تينقص ليها في ظهرها ويلتف ليها شعرها يشد لها شعرها بحال كيتخيل بحال شي عود كيشد لها الشعر ديالها ويبدا تكرك تكرك. وتخيل تليفوني صوني ما طايت ليها تقول لها واش ديك الشريطه رديت ليها الفلانه واختها تقول لها راه نهار العرس راه عندنا واش وجدتي لي كذا ها وداك الشيء كيطيب والدريه الصغيره كتقول لها ماما وخوها ماما فين ماما وجليله يتجروا والراجل مريح في الصالون وكاين شي عشاء ولا مازال. شو الضغوطات اللي عند السيده شوف واحد بلاتي من غير عليك جوج ثلاثه تسكري. فاول حاجه كنصح بها سي دريس ما يشدش الضد واحده. جوج ما يطالبهاش تعطيه شي حاجه يعني ما ينتظرش منها تفهمه ما ينتظرش منها تحسن به في هذيك النقطه اللي باغي تحسن به. راه هو اللي خصو يجي يقلب عليك الجهد يخرج يضرب وحده تيرا تبارك الله عندهم شي عشبه تما كيعمروا بها تاير ما نقولكش مشى يضرب واحد الكويزه تا يديروا بالعشوب تقنوا شويه ها يدخل ميوت تعطيه الدق واحد ربع ساعة غتجبد ليه الكاسيتر الماضي يسكت حني الراس خذ الدق وينوض ديك الساعة ويضحك لها في وجهها ويقول لها اوه صافي تبقى ديما هاد الكاسيتر تحرمي على الكويزاتي وهاد العوينات هادو هكا ما نشوفوش فيهمش الكويزاتي انا غا هاد شوف كي تيقول العفريت ديال عبد الوهاب اللي من له مثل هاد العينين كيف يشكو من الظما. يعني اللي عنده هاد العينين كبار وقصد بها دار المجاز تعبير مجازي على العين الماء اللي عنده مثل هاد العينين الكبار كيف يشكو من ضمه كيفاش غيجي العطش. شتي المراه كتبغي بحال هكا واحد الفانت لقيتي فانتيها واش اشتري في هذوك العوينات نبقاو حنا عند غاوت ما نشربوش كويزاتي عليهم اجي اشتري فاج وينوض يقبل مرته بعد ما خايبه ما تبوس لي ما بوسك والله تنبوس قال لك واش انا مزوجك وداير حرق دم جوفي وجيت عند باك طالب وراغب ماشي طالب ومرغوب ودابا ما نقبلش زوج والله تنقبلك. هي تدفع ويدفع تيردوها ضحك. شتي وقيت اللي كتردها ضحك
نسيتي مرتك في هذاك الماضي على الاقل واحد ربع ساعه، هذيك ربع ساعه اللي نساها الا زاد عليها ربع ساعه غدا ها هو ربح نص ساعه، بعد غدا زاد حتى كتولي نهار، حتى كتولي اسبوع، حتى كيولي شهر ما كتبقاش عاقل على هذا الحاج. اذا تواصلنا المباشر معكم مستمعنا مازال مستمر دائما في برنامج بكل وضوح، غادي نعملوا فاصل موسيقي ونرجعوا نواصلوا باقي المكالمات. اذا غادي نرجعوا مباشره نكملوا باقي المكالمات دائما في برنامج بكل وضوح. معنا سعديه من ورزازات. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سعديه من ورزازات مرحبا. لاباس عليكم كدايرين؟ لاباس. لاله سعديه بخير. لاباس الله يبارك فيك، تنشكركم بزاف على هذا البرنامج. مرحبا لاله سعديه. بارك الله فيك اخويا. انا دي بغيت نهضر معاك على واحد الدريه بنت خويا. ايوا عندها 19 عام. وكتقرا في الباك هذا العام. ومعايا في العروبيه وتهكر مزيان. وبغات زعما شي مساعد بحال كل اللي عاونوا يدفعوا بها لقدام، وعندها شي مشاكل مع الوالدين ديالها وداك الشيء. وما بغيتهاش تدير. تقدر تمشي لشي مدينه اخرى وتسكن في حي جامعي وتقرا؟ دابا كاينه سميتو، ولكن الماديات اللي شويه ضعيفه. ما كاين لا ماديات لا والو، غادي نطلبوا جمعيه غادي يسكنوها ويعاونوها في القرايه. واخا خويا الله يجازيك بخير. ولكن راه غتسكن في نواحي فاس، راه غتمشي لنواحي فاس. دابا هي مع كاينه في النواحي تاع بني ملال. دابا البلاصه اللي غادي تمشي ليها الناس اللي غنطلبوا عليها، الجمعيه اللي غنطلبوا عليها الله يجزيهم بخير، راها في نواحي فاس. الله يجازيكم بخير اخويا. حنا غنرجعوا كل ستوندار، ولكن راه خص يكون النقاد ديالها مزيان وغادي يبحثوا الدوسي ديالها عاد ديك الساعه يوافقوا ان شاء الله على هذا الامر. داك الشيء اللي كان عين المهم، هي بغيتها تقرا مزيان وما عندها مشاكل كثيره مع الوالده ديالها ومع باها شويه مريض. لا حول ولا قوه الا بالله. زعما واحد العيشه وتنحفزها تنقول لها غير كملي غير كملي ومسكينه حتى تتعب. مرحبا 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 اختي مرحبا. هانت غادي نرجعوا كل ستوندار وخلينا وكنشكر جمعيات الرافعي للاعمال الخيريه واللي كتعنى بالشباب والفتيات في وضعيه صعبه. الله يكثر مثالكم والله يجعل العمل ديالكم في صحيفه سيدنا رسول الله. يعني هذا المغرب الرحيم فيه ناس، هادو ناس اللي في الناس ديال رجال الاعمال ونساء الاعمال اللي خداو واحد القسط من 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 رزقهم ومشاو في وضوح العمل الخيري تيعتنيو بالشباب والاطفال خاصه الشابات في وضعيه صعبه، كيعلموهم حرفه ولا يديروا لهم تكوين وتيبقى وحتى يدوزوا لهم البيرمي وحتى يساعدهم في الولوج للقطاع الشرقي. لكن في النواحي ديال فاس، لان القطاع صعوبه بزاف الناس اللي تواصلوا معنا النواحي فاس اكدوا لنا من خلال البرنامج مباشره على انهم ما عندهم حتى شي مشكل انهم يمشيوا لفاس، ولكن للاسف من اللي خارج يعني المباشر تيقول لك لا راه صعيب، حنا راه مثلا في ورزازات ايوه لان دوك الناس الله يجازيهم بخير يعني هما كاينين في النواحي ديال فاس. سيدنا موسى راه مشى من مصر هادشي اللي كاين الى مدينه عند سيدنا شعيب، عرفتي فين سافر باش تلقى الرزق. الرزق راه فيه رزق نياتيك ورزق تاتيه، راه كاين رزق اللي غيجيك للدار وكاين رزق اللي خصك تضرب مسافه. والمغرب هذا راه بلادنا، على ضروري خصني نبقى حدا مي حدا با باش نلقى حل، راه مي هي المغرب كامل وبا هو المغرب كامل. ناخذ مكالمه اخرى. معنا زهره من المحمديه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور دريلي السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس بخير؟ لاباس الحمد لله. شكرا على استقبال المكالمه ديالي. مرحبا سيدي مرحبا. الله يخليك، انا عيطت لكم، عندي البنيته ديالي عندها 4 سنين. كانت المهم عاديه طفله، كانت في عام ونص من الاول ديالها، من زياده حتى العام ونص كانت كتشدها لي حماتي علاش انا خدامه، كنمشي عندها غير السبت والحد. ومن بعد عام ونص جبتها لدارنا، طفله عاديه كتلعب مع الاطفال عادي. دابا شي شهرين دابا دخلتها للمدرسه، كتبغي المدرسه كتمشي بخاطرها وكلشي. المشكل اللي ولا عندها ولات كتمسم في الهضره، تنطقش كتبقى واحله في الكلمه عاد باش تنطقها. ومشكل التبول ولا عندها، ولا عندها كتكون بنهار تقدر تكون جالسه كتبقى الحوايج ديالها فازين.
ما عرفش المشكل. انا كاين واحد النقطه ربما يكون المشكل منها، لكن هذه كانت قبل ملي ما كانش عندها حتى شي مشكل. فاش كنشوفوها السبت والحد انا وغاها، ملي كنبغيو نرجعوا للدار ديالنا ونخليوها ضروري غتلصق فينا، غادي تقصدك كنخليوها ونخليوها ناعسه، ولا بعد مرات تدخل هي البيت اخر حتى تخرج ما تلقاناش بحال هكا، كنديروا شي طريقه باش نمشيو بلا ما تشوفنا. هذا هو المشكل ضميت من هكا. والله يخليك بغيت نعرف دابا ملي ولات معايا كيفاش نأنبها، مثلا دارت شي غلط واش نضربها واش نغوت عليها. انا خفت نتعامل معاها بشي طريقه ونولي عندها مشكل اخر. بحالاش غلط؟ بحالاش غلط؟ مثلا تسخط الحوايج، مثلا هذا المشكل ديال التبول، الا بعث لي مثلا جالسه وجالسه حوايجها جاكم، كيفاش كيفاش نقلبها كيفاش نوصل ليها المساله؟ زهره الا سمحتي اختصاصيه في التقويم النطق غزلان بغات تتكلم معك. لا لا زهره، بغيت نسولك غير هاد البنيته هادي شحال الوقت من فوقاش بدات كتسمسم؟ هادي شي 3 شهور دابا ولا دخلت المدرسه حتى الوقت حتى ولات ساكنه معايا دابا ملي دخلتها للمدرسه، يعني ولات ساكنه معايا، وليت كنشوفها في الصباح وفي العشيه وهذا. وملي كانت عند جداتها ما كانتش كتسمسم؟ عمر شي واحد ما قال لك راه كتسمسم ولا شي حاجه؟ لا، كان وقع عليها واحد هذا المشكل، ولكن مده قصيره لاحظنا عليها، ولكن عاود ولات كتهضر مزيان. واخا دابا قلتي لي بلي سنة ثالثة من عمرها وقع لها هذا واحد مده قصيره ومشى، وهاد الايام مازال فيها دابا شي شهرين وزياده، غاديه 3 شهور باقي عندها هذا المشكل. ملي بدات المدرسه وهي كتسمسم؟ والمدرسه كيف شرت لي المدرسه كتمشي لها بخاطرها، عاجبها الحال، بالعكس هي السبت والحد ما كتبغيش تجلس، كتقول لي لا راه كاينه المدرسه، علاش تحبسيني؟ راه كاينه المدرسه نص النهار ديال الاربع كنلقاو معاها مشكله، ما كتبغيش تجلس في الدار، تقول لك لا راه كاينه المدرسه خصني نمشي. من ناحيه لوختوفوني حنا ما كناخذوش لي باك ا با ا 4 باقيين صغار، الناس الوليدات اللي كيتمتوا في 4 سنين ما كان مازال صغار، مازال لو ديفلوبمون دو لانغاج سي بوتيتر ان، حنا كنسميو ان بيغيمون فيزيولوجيك، غادي يدوزها مع الوقت، غادي يدوزها. ناحيه لوختوفوني ملي تفوت لك 5 سنين ونص سنين سنين شتيها باقا كتسمسم، داك الساعه ديها عند سبيسيال، عند ان سبيسياليست، عند شي اوختوفونيست. مي دابا ما تخافيش، سافا باسي نورمالمون. دابا بروفيسور هنا خص الام تنتبه هي وراجلها، ان الطفل الصغير ملي تيكون بعيد على امه في هذيك العام الاول والعام الثاني والعام الثالث، باقي ما عندوش القدره ديال يستوعب باش شنو اللي واقع. العديد من الناس الاختصاصيه فرانسا زولتو كتوضح للناس، كتقول لهم شرحوا لولدكم ولا بنتكم الوضعيه بابسط المعاني. ابنيتي سمحي لي، ابنيتي سمحي لي، ما قادرش ابنيتي، راه ما عنديش اللي قابلك ابنيتي سمحي لي. شتي خصنا ندوي مع ولادنا بحال تدوي مع امك ولا مع باك ولا مع اخوك ولا اختك. والبنت تشوف هذاك الحزن في وجه امها وفي وجه باها اللي مفارقين معاه. لان شنو تيوقع عند الطفل؟ كاين واحد لو سندروم تيتكلموا عليه لي زيكسبير في لا سونتي بسيكولوجيك اللي سميتو لو سندروم دو لابوندون، الاضطراب من التخلي عنه. واحد الوالدين واحد النوبه جاو عندي من النواحي ديال الشمال ديال الريف، الوليد عنده صعوبه في الدراسه، واحد الوقيته اللي حنا جالسين هكا كنديروا تقويم الكفاءات الدراسيه ديالو كنشوفو تيترعد، كنشوف هذاك الطفل تيرجف. ملي قربت منه هكا ودرت يدي عليه كل الجسم ديالو تيترعد، كل حتى انه جبتو لعندي وعنقتو. قلت لي مالك؟ قال لي راه واقيلا جابوني للدار البيضاء باش يرميوني ويمشيو. وتخيل شوف شنو دار عنده مسكين. علاش؟ لانه ملي نزلوا هما من المحطه شاف الدراري الصغار ساكن متخلى عنهم في الشارع، هذا تيشميكا، هذا هكا بقى كيتبع بعينه، حتى واحد ما شرح ليه هذوك الدراري منين جاوا وعلاش هما هكاك. داروا عادي، وراه ماشي عادي، راه ولدكم كيشوف. قول لي يا ولدي لا عندك تحبر، حنا حتى واحد ما دوا معاه.
قلت ليش علاش فكرتي انا؟ قال لي حيت راه شفت هنا في الدار البيضاء، قال لي الدراري بزاف قال لي طلبوهم هم بها ومشاو عليهم. يعني باش من حيث هذا بقينا حنا ديك الساعه بقى اش من قرايه بقات؟ اش من المفاهيم بقات؟ الدري كنقول لك هو كينجف. الله يا وليدي يخلي لها الشيطان، الله يا وليدي راه كبك ما كاين ما يتخلوا عليك ما والو. تخيل ساعه باش طمئن الدري، قلت لهم اش ديروا؟ دابا سيروا ديروا واحد الدوره لعبوا معاه في شي بلاصه وتغداو ورجعوا في العشيه نكملوا الحصه ديالنا. يعني شي طفل ما كيتقنعش هو بحال الكبير، واحد بالغ تقول له اتق الله على الشيطان، طفل وتا تعيا ما تقول اتق الله على الشيطان، بغات تنسي حتى تمشي تلعب معاه. تدير معاه فعل. خصك دير معاه فعل، تخرج انت وياه، تغدى، شدوا، جريبي، عنقوا، طوعوا، لوحوا في السماء، تبرمغ انت وياه في الربيع، في الرمل، نص ساعة ديال هكا، ها انت قلتي ليه بأنك ما غتخلاش عليه، أما تبقى تقول عليه بالشفوي وباللغة ما خدامش. دابا دارت هذيك المدة اللي الطفلة حسات بأنه بحال اللي متخلى عنها. ضرب عندها الإحساس بأن امراها متخلى عنها، ضرب. راه ماشي حقيقة، راه إحساس. دابا اللي قلت لك البارح راه شحال من واحد كيحس بالخوف وما عنده حتى شي مشكل، وسير حيد هذاك الخوف، منين جاي؟ هنا نصيحتي لهاد الأم، ما غادي نعيروش اهتمام بزاف بالتمتمة دابا. ما غنعيروش اهتمام بزاف بهذاك التبول، غادي نديرو بحال شي بحال شي زبلة عادية. ويلي 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 عاوتاني عفريتة غادي نبدلو الحوايج، الله يهديك، ويلي ويلي فاشي. يعني خصنا ما نعظموش هذيك الصعوبة، ماشي نويلو دابا غتحشم هي ما تديهاش. نصيحتي لها كاين واحد لي كيلوت اللي هما كوش، راه سو فيتمون، حويجات ديال الأطفال راهم كيتباعوا على شكل كوش. يعني واخا البنية تتبول هذاك الكيلوت اللي هو كوش ما تيخليش، فما بغيتش الأم دخول زعما راه بنتي صبحات نظيفه باش تقتنع، لا عندها صعوبه كاينه. نمشيو نشرو هذوك الكود بعدا فيهم الوان، شوف لي كنديان اش دارهم ولادهم، لان هذو الصنع اختارهم لي كنديان، اش دارهم ولادهم باش ما يتحرش الدري يمشي للمدرسه، وحتى لو وقع عليه هذاك الانفلات ديال التبول حاشاكم ما كيتقاش في العزه ديالو وفي الجماليه ديالو. اذا هنا غتشري البنت هذوك الكيلوت، واللي غنركزوا عليه صيغة المتعة ما بين المرأة والرجل والطفلة، ماشي المرأة والطفلة والأب والطفلة، خاصها تكون تريانجولاسيون. المرأة مع راجلها والراجل مع مرته، الأم مع بنتها والأب مع بنته، خاصها تكون تريانجولاسيون. راهي إلا مشات دارت صيغة المتعة غير منها الطفلة والأب للطفلة ما حركوهاش، غتبقى مفزوعة عاوتاني، ياك ماما وبابا ما تيبغوش بعضياتهم، وغيبقى عندها التخوف، غادي يرجع عندنا السندروم، غيتقلب في جهه اخرى، ياك ماشي نهار غيتفرقوا، لان غتشوف هي في المدرسه راه كيشوفوا ولادنا ولادكم بان واحد الطفل عنده غمو، كتجي المدرسه تديه، كيشوفوا واحد الطفل عنده غبوه ما عندوش مو تديه، كيبقاو يفهموا بان هذاك الطفل راه عنده غا باغون واحد. فهنا مع المده الزمنيه غادي نضمدوا الجراح العاطفيه، الطفل سيكاتخي تخيميت ما تخافش، شي طفل كيرجع بواحد الصراحه ما تصورش، غير ملي تبغيت تخاصم عليه وتعاقبه، لان خاصو العقوبه، حيت هو عاوتاني الا ما تعاقبش الطفل راه كيظن بانك ما كتبغيش، غير العقوبه على قدر الطاقه التحمل ديالو، ماشي الضرب وتسبوا فيه وتقبحوا فيه وتخيبوا فيه تقول ليها الفاء، لا لا، هو اش هاد الشيء؟ واش هذا هادي؟ واش لابد ما تبين انك شاد فيه وباغي يتغير. ما تقبحوش الطفل، ما تقولش راه خايب الفاعل وتسميه شي سميه خايبين، ما تبقاوش تقولوا فلانه راك احسن منك راه كبرات، لان هذيك التمتمه اللي كتمتم. الطفل كيعرف بان كنعتنيو به ما حدو باقي صغير، حيت العنايه الملك نعطيوها للرضيع، فملي كيشوف بانه الا بقى في صيغه الرضيع في مخو راه غيعتنيو به، غيشد لهم في لي فونكسيونمون وغيشد لهم في التصرفات ديال الرضع. فهنا ملي تمتم ليها ويتاجي نهزك حبيبه، والله والله بغيتي نعطي لبنتي بليزينه، واش نرضع حبيبه ديالي؟ شتي غنلعب واحد اللعبه، غادي نهبط معاها في لاغريسيون، اللي غدير لي غريسيون ونهبط معاها، وشو غنقول لها؟ وانا سحبت لي راه عندي بنيه كبيره وغزاله وتفرحت بها كبيره وبغيت ترجع لي بيبوزا. لاحظتي استقبلت لاغريسيون وجلي غوستركتوري وطلعت معاها. اما نجي نضرب فيها مباشره، اي ولا راكي كبرتي. بركه ما تغجني، بركه ما تدوب بحال دري صغار، ولا راه حيت هو عنده خصائص فاين في المحبه، لقيت اللي كانت مع جداها وكانت
تخلع ودير لي كوشمار وتفزع، وهذيك المده الزمنيه ديال الفزع راه حفرات حفره خصنا نبقاو نغلغلو نعمرو حتى نغلغلو فيها. اذا مع المده الزمنيه كيف قالت الجزائر الغزلان غنمشيو معها حتى لست سنين، بقات ديال صغيره حتى لست سنين سبع سنين مع هذه الامور هذه ان شاء الله الا بقات غدا وصبرات معها يجيب الله تيسير. واخا اذا مازال غادي نواصلوا باقي المكالمات بعد الفاصل، واخا غادي نواصلوا باقي المكالمات دائما في برنامج بكل وضوح. معنا عمر من سيدي سليمان. السلام عليكم. مرحبا عليكم السلام كيف دكتور؟ مرحبا سيدي عمر. كيدير بخير سيدي؟ لاباس لاباس. وهذا كل زعط عنا الله دكتور. الله أحبكم الله ورسوله خويا الليل، أنتم بخير وفضل. لا في حاجة ما أخبر عني. أحبكم الله ورسوله. الله أكبر. كاين شي نعناع جيد في سيدي سليمان؟ ها؟ كاين شي نعناع جيد تما هذا العام؟ والليمون والنعناع وكل شيء موجود. خويا راشي برارة داتي عندكم تما، باقي تما قول لي باقي في السوق تيديروا الكفتة بالشواقر؟ مازال الموجوده دكتور مشيره هذه قليل اللي عارفها، هذه قليل اللي عارفها هنايا تبارك الله. راني عارف راني عارف راني عارف راه بلادي تما، راني شد لي من تما وطلع. قول لي قليل اللي عارف هذه الكفته في الشواقر. كاينه وتلقموها بشويه ديال النعناع. كاينه وخير توفير. مرحبا سيدي عمر، مرحبا بك. الله يبارك فيك. واحد الدريه دكتور عنده في عمره 8 سنوات. ايوا باش تمثل في الهضره ما كيهضرش مزيان. دابا المعلم كيقول لي ديال الطبيب وكان ديال القنيطره ولا شي بقوا عليا بالرونديفو بالشهرين ثلاث شهور ولا شي. والله دابا كل نهار كل شهرين كنجيبو فوق الامكانيات ما عنديش. بزاف عليك خويا بزاف بزاف. قول لي كاين شي عطلة قريبة دابا؟ راهم عطلة هما. راه عطلة دابا. غاتجيبو على حسابي عند لالا غيدنا. الله يجازيك بخير اخي دكتور. على غادي تخلي لينا التليفون غنعيطو لك وغتجيب الوليد ديالك على حسابنا، غادي نشوفو شنو عنده وندير معاه واحد الحصه في سبيل الله، ونعطيوك واحد التشخيص، نعطيك الاختصاصيه واحد التشخيس. اللي عندك شي اضافه لهذا غير لهذا السيد؟ ثمان سنين في ام بي كيمو. كاين انا بغيت نعرف واحد الحاجه، واش هذا كيتنتم من ديما ولا عاد ولا كيتنتم؟ هذا الوليد هذا من ديما وكيتنتم؟ انا اختي صفر تسعه. لا واخا لا بلاتي كتصور الاختصاصيه معنا قالت لك هذا الوليد سيدي عمر واش من ديما كان كيتمتم ولا عاد كيتمتم؟ ملي بدا دكتوره ملي بدا الهضره المعلم براس مسافر ندب لي من جهته والله الا الوليد ديال القنيطره ديال المخزن وعندي في الرامي شهرين ثلاث شهور اربع شهور طلع لي الزعر ما كنت ما في دوريه. الله الله خليك معنا سي عمر نرجع لك مشكور. الا سمحت غزلان كاين واحد بعض الاسامات نحاول نقراهم ونتمنى انك تجاوبي عليهم ان شاء الله. كاين واحد المستمعه كتسول على الولد ديالها عنده خمس سنين، يلاه دار يعني عمل استئصال ديال لوزتين حيد الحلاقم، قالت لك يلاه دابا شي شهر تقريبا باش رجع يقرا، غير هو يعني دائما كيشتكي من المعلمين ديالو على انه ما تيركزش وما تيحفظش، وهي كتقول على انه يعني في البيت يعني كتفهمو مزيان حافظ الالفابي، ولكن ملي كيمشي يعني المدرسه كينسى على الفابي كيخلط، هي كتبان بي كيخلطها مع ا. ولاحظت واحد الحاجه اخرى هو انه مثلا ملي تيبغي يقول شي كلمه مثلا الى الام ردات شي كلمه ولا المعلمه كيمشي غير الكلمه الاخرى، هي ذكرت مثلا كورنيش كيقول رنيش يعني هذه الكلمه الاخرى، فهي مشدته عن طريق الاختصاصي في الانف وفي الاذن وتاكدت من انه السمع ديالو يعني مزيان وما عرفاتش واش كاينه صعوبه واش كاين مشكل. دابا هذه الام خصها تقلق على ود القرايه كتبدا تل سي بي ابغتيغ دو سيزون، هنا سيزون عاد كتبدا تقلق على القرايه. علاش؟ باقي الدري صغير بنيته ولا وليد؟ وليد باقي صغير انتخ 5 سيزون باقي كيتعلم ضروري غادي يغلط، راه قبل ما كنتمشى وكنطيحوا ونوقفوا عاد كنزيدوا. باغ كونتخ هاد القضيه ديال كيعاود غير الاخر ديال الكلمه هادي اللي خصها تمشي تشوف شي اختصاصي على هذا المشكل، تشوفي اورثوفونيست باسكو كيكون مشكل كيكون الا كان شافت له غير قالها ما كاين حتى شي حاجه في السمع كيكون ان بروبليم سكون ابل ديال لا ديسكريميناسيون اوديتيف اي لا بيرسيبسيون اوديتيف، يعني شنو كيشد وشنو كيحل او نيفو دو سيرفو. دي فوا دي زانفون ملي كيشدو ولكن ما كيشدوش كلشي، كيشدو سوا النص الاول سوا النص الاخر، دونك هذا كيخصو الترويض، كيدير له الترويض ديال سي سكون ابل دي تروبل ديال لا ديسكريميناسيون اي دو لا بيرسيبسيون اوديتيف. ربما بقى لها الاختصاص في التقويم ديال المطلوب عند الاذن. شوفي نخطو فوني. واخا كاين اس ام اس اخر من عند مستمعه كتسولك، ولدها وعنده 32 شهر ومازال ما كيهضرش، يلاه كياكل يلاه كيقول يعني ماما بابا وتيقول شي كلمات، البيدياتر قالت بانه عادي، ما انا مبرسطه من هذه القضيه. ما عندها لا
علاش تبرجت 32 كوم جو زي دي توت على حليت لكم قبيله الوليدات عندهم اون ترانش عندهم واحد اون ترانش داج فين كيتعلموا دونك بقى كتعلم هاد البنيته ولا البيدياتر ديالها قالت لها ما عندهاش تقلق ما عندهاش تقلق لان البيدياتر كتعرف هاد البنيته وكتعرف الحاله ديالها دونك بقى البنيته صغيره وبقى تعلم بقى ما وصلتش حتى 3 سنين 32 بقى ما وصلتش حتى 3 سنين البنيته اللي محزين في هاد الامور هو ان كاين في امريكا البسيكولوج اللي تكلمت لكم عليه شحال مرنوبه هو الغارنر اللي امريكا استفدت من الاشغال ديالو ودخلتها في التربيه وتتعمل بها في التمدرس طفل ما بين عام الاول وثلاث سنين راه عنده الانتيليجونس ميوزيكال الذكاء الموسيقي الذكاء الموسيقي والموسيقى الله يهدي شي بعضين اللي كيحرموا ويحلوا كيف ما بغاو هي فيها تربيه وعلوم رياضيات لان ملي كتعلم الطفل انه ينشد بصوته كتعلمو التنفس كتعلمو احترام المده الزمنيه داخل واحد التامبو وكتعلمو لا ديفيزيون جوج ديال الحركات في التامبو اربعه ديال حركات في التامبو كتعلم لولدك لو بوزيسيونمون تاع موقع بالاذن فالطفل باقي ما عندوش قدره على القراءه وعنده قدره على السمع لانه فكر شمو كيسمع فاحسن طريقه الله يخليكم تبغي تعلموا ولادكم ا بي سي دي او اف جي اتش اي جي ك ال ام ان او بي كيو ار اس تي يو في دبليو في لي 3 dernières lettres sont x y et z تخيل دابا ماما كتقطع خيزو كتفرك في الحمص وهي في اللافابو في الكوزينه ا بي سي دي بنتها ولا ولدها راه مقابل معاها غادي يتم جاي ريوغو كيسيلو ياك وغادي يبدا يردد معاها ا بي محطو ان دو سي طومبو هذا كنعلمو تا موقع قلت لكم بوزيسيونمون بالوغي حنا عطينا الالفابي وغادي يمشيو للحروف وغادي يمشيو لي فورم كاين واحد بغيتي تزيد تحمق ولدك في الالفابي شتي هذيك الحليوات النجيمات اللي كنشريو لهم واحد الالمنيوم ياك كنا شحال هادي كنصايبو بهم العيد المولد كنصايب واحد الحلوه دابا راه كاينين دي فورم فيهم الحروف كاملين بالفرنسيه والعربيه غاتجلس انت ولدك وغاتشري لي فورم ديال الالفابي بالفرنسيه ولا ديال الالفابي ديال الحروف بالعربيه غاتشري لي فورم ديال الالمنيوم ولا اللي خدا عندنا الشين ولا رحم الوالدين راه كيصايبو العجب العجاب راه كلشي عندهم غاتمشي تشري انت ولدك هذوك الحروف وغاتجلسوا نهار الحد ديروا الحلوه وبنيتك ولدك مريح تما معك في الكوزينه وشاد الحروف وتيبعض ويلا راه لي ولدي شنو هذيك انت غتصيب يلا قول لي هذه حداها بي وبدي يطليها بالشوكولات وياكلها ملي طيب ويجي اليوم غنوكلك على الأ ونبدا نحط لولدي لي فورم الأ ثم عندنا اللعبات الاخرين انهم اللي كنمشيو مع ولدنا للجرده ولا البحر ولا البارك ولا شي موضع تيحماقوا على الباكا الصابل تيحماقوا على بلاصه الرمل تيطوعوا تيلعبوا وخاص الام والاب ولا اللي معاهم يطوع معاه في الرمل يهبط معاه وانت بصبع كل واحد العود وكتقول لي اجي نقراو تخيل عرفتي ديك الساعه الدماغ كيفاش مفتوح ماما وبابا كيتمرمدوا معايا في الرمل وتنوسخ عرفتي راه النشوه عندي وسخ الحوايج شي نهار اللي كنبغي نقول انا وليدات اللي كنقول بنتي يلاه كارت بلونش وسخي مو هذاك الحوايج عرفتي تهبط بيست وبقيت العود وليا يا واخا يا سامر مدي عرفتي هذيك التمرميد هاد الحوايج كتعني انا عز عندهم من حوايج حنا لا كنمشيو نشريو لهم سينيي ياك وتنبغي ولادنا يبقاو بحال شي موجوهره ديما جديدين شتي كنبغي ولادنا يبقاو بحال شي موجوهره تبارك الله على بنت فلانه غزاله ما تتحركش بليده حيت اللي كيتحرك هو اللي فيه الخير اما تشوفوا هذاك جامد هذاك خاف منه شتي دابا هنا بغينا نتعاملوا مع الاطفال الصغار هانت ثلاث سنين خصو يقرا بالموسيقى خصو يقرا بالحركه خصو يقرا بالرسم خصو يقرا باللعب لا حنا باغيين يقراو بحالو بحال واحد كبير خصو يجلس في السبوره
صافي زلان قبيله يعني خارج مباشر يعني ذكرتي واحد النقطه مهمه واهميه ديال المسرح يعني التياتر بالنسبه للوليدات بروفيسور ذكر على الموسيقى وعلى الحركه وكيفاش كتساعد في تنميه هذه القدرات. التياتر مهم بزاف للوليدات اللي عندهم بيكيمه لانه يعني كيتمتموا علاش على ود كيولي هو ملي كيمشي يدير ان كور دو تياتر ولا كيدير شي مسرحيه كيولي شخص واحد اخر دونك ما كيبقاش هو في داس ديالو كيخرج من الداس ديالو كيقتبس واحد الشخصيه ديك الساعه كتعاوننا حنا بزاف في الترويض عند لي زانفا اللي عندهم البيكيمه كتعاوننا بزاف علاش اللي كيقتبسوا كيعاوننا التياتر. علاش التياتر يعاون عبر من جهه ديال التحليل النفسي لان الطفل تيعيش فيه صيغه المنظور ينظر اليه هذاك الاستاذ اللي كيقريهم المسرح راه في نفس الوقت هو المخرج ديك الساعه راه كياخذ ليا نائب الفاعل ديال الاب كيصبح ان سبستيتو ديال لو ريغار دو بير كيصبح نائب الفاعل للام لقيت اللي الطفل كيتلفت وواحد كيشوف فيه كيبقى يتقن الشغل فحنا في بيوتنا ما تنعرفوش نعيشوهم صيغه المنظور دائما تنعيشوهم صيغه المامور برك نوض غسل يدك كليتي حك سنانك انعس سير بيتك تنعس شتي ما تنعيشوش معاهم يلا حبيبي عافاك دابا حنا كنتغداو وغني لنا واحد الاغنيه وتنوض البنيه هكا في الطبله وبا هما كيتغداو وكتغني لا حنا خصنا ما نتحركوش بقى مباركة مقردة جامعة يدك كولي مضغي ما تمطيش ما ديري الصداع ايه لخ انا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم الناس بروفيسور مامون مبارك دريبي وبحضور الضيفة الكريمة غزلان رفقي اختصاصية في تقويم النطق دائما في برنامج بكل وضوح فاصل اعلاني ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح نواصلوا باقي المكالمات معنا انينا من تارودانت الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا لالا أمينة. أنا عندي المشكلة ديال بغيت نستشر معك عندي وليدات أختي. مش أنا اللي مربيهم المهم هما عايشين معانا عايشين مع الأب ديالي والأم ديالي ولكن تيقولوا المهم ماما وبابا فهمتي؟ وما عارفينش هما دابا بلي أن الأم ديالهم توفات. الله. وحيت عندنا واحد المشكل لان الاب ديالهم تخلى عليهم فهمتيني؟ الله ما عرفناش كيفاش نقولوا لهم بان الاب ديالكم وخليناهم بحال هكاك. شحال في عمرهم؟ الدريه كتقرا في الثاني والدري كيقرا في الرابع عنده 5 سنين وحيت خلات الدري عنده 3 شهور. الله ودابا شكون اللي مقابلهم من ناحيه شكون اللي متبنيهم من الناحيه العاطفيه؟ واش امك يعني جداتهم؟ ولا انتي؟ لا انا واختي من الناحيه العاطفيه اختي وانا بزاف حيت الام ديالي مريضه. هما متعلقين بزاف بواحد اختي الكبيره. دابا هذيك اختك الكبيره هي اللي متبنيهم عاطفيا يعني بحال هي بحال اللي كتعطيهم الرضاعه ديال المحبه. هذيك كيمشيو عندها للدار ولا غير في الدار عند لا لا هي عايشه معنا هي اختي مازال ما مزوجه يلا الله 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 اذا انت هي غتمشي. ولكن هي دابا متعلقة صغر انه كيغيروا من راجلها. ولكن دابا هي قلتي يلاه تزوجت غتخرج من الدار. غيبقاو دابا مع من؟ غيبقاو معانا حنايا. غيبقاو معاك انت مزوجة عندك وليدات؟ لا انا كنقرا انا كنت خارجة على حسابهم على حساب ولد اختي كنت انا قلت لكم مشاكلاتي. كنت خارجة من القراية لمدة 3 سنين وعاوتاني تكبر الولد شوية عاوتاني رجعت. دابا عندي الباك هذا العام. الله ولكن ثانيا متعلقين بيا المهم انا وديك اختي الا كانت هي بحال الا كنت انايا. باهم اللي قلتي متخلى عنهم يعني واش كان مزوج اختك ولا شنو؟ هي مزوجين ولكن هو ما مسؤولش ماشي شي واحد اللي ما كيجي يزورهم ما كيشوفهم والو. لا 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 ما كيشوفهمش. وحتى بزاف الحقوق ما دار لهم ما دار لهم حتى اوراقهم حنا اللي درنا لهم الاوراق حنا اللي تدخلوا للمدرسه. وما كينفق عليهم ما والو. لا لا الاب ديالي من الناحيه الماديه هو اللي معتني بهم لان عندي انا الاب كبير هي في العمر. الله وهذه الاخت اللي تزوجات قريبه ولا بعيده؟ لا بعيده. جات بعيده. واخا اختي نعطيك راي في هذا الموضوع واخا لا حول ولا قوه الا بالله. كيفاش الناس كيجنيو على فرادات الكبير هكا؟ هو احتضان اليتيم داخل العائله ديالو امر سهل لانه
الخال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تيوصي خولوا أبناءكم دائما. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيوصي من يمشي إنسان يتزوج كان تخيلونش في الزواج طبيعة الحال على حسب ما كيحب الإنسان وكيميل ليه، ولكن دائما المرأة اللي عندها خواتاتها وخوتها بزاف هذوك العائلة ديال الخالات وديال الخال تيعمروا على الأطفال. غير هنا خاص يدير واحد الاختيار، خاص هذاك الخال هذاك الخالة ما خصوش يبقى في واحد العملية الاحتضان اللي هي مصيبة، خصو يعلن عليها يعلن على النية ديالو. خص واحد الخالة فيهم مثلا السيدة اللي عيطت لالا أمينة أو الأخت هذه تزوجت أو أخوهم، خص واحد فيهم يدير واحد ديك العزيمة يعلن يقول أنا متبني هاد الدراري. راه مهم بزاف أن واحد فيهم يعلن عليها، أما غنبقاو غير نصادفوهم في الدار عند منا وبانا حيت جداتهم وكنصادفوهم غادي يتحابوهم خوتهم. هذوك الأطفال غادي يكبروا على أساس هذوك هما راه خوت، وهنا غادي يوقع واحد الخلط من ناحية النسب، غادي يولي واحد لا كونفيزيون جينيالوجيك، وهاد لا كونفيزيون جينيالوجيك هاد الخلط من ناحية النسب صعيب عليهم. فخصنا نبينوا اليوم راه حنا ماشي خوتكم وانتوما ماشي خوتنا، وهذيك راه ماشي منكم هذيك راه جداتكم، باش غادي يبين الفرق انه واحد الخال او واحد الخاله غادي يدير هذيك العزيمه غتقول انا متبنيه هادو لان ولاد اختي، متبنيهم ماشي من الناحيه الماديه ولا القانونيه، من الناحيه العاطفيه الاولى. ما معنى متبنيهم؟ الا عندكم شي حاجه خصكم تجيو تقولوها لي انا، الا بغيتوا شي غرض تقولوه لي انا، عندكم شي مشكل قولوه لي انا، ها جدتكم راها مريضه خليوها في افتقار، وخالتكم راها مزوجه قبل راجلها، شتي غادي ندير هذيك الكابتاسيون. شتي بحال البارابول ملي كيجي التكنيسيان وتيدير ليه الباراميتراج ديال لالينيومون، ليكستريم ديال النور وليكستريم ديال 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 الليست، باش ملي تضرب نتايا واحد القناه كتسمعوا الفوق كيدور بوحدو، هو ماشي كيدور بوحدو ولا دار ليه الباراميتراج. فهاد ليطالوناج بحال اللي كنديروا لامبريمونت تخت الانسان يدار ليه هاد ليطالوناج، اني غندير ليه واحد الاكتيغريك اليني عليا، نقول شوف لي كوردوني ديالك في الاسبري ديالك انت لداخل راه عليا انا، ملي تقلب تبغي تهضر مع شي شخص في قلبك غتسميني انا. شتي هنا هاد العمليه خصها دار باش ديك الساعه غتولي تصور عنده هو داك الطفل اليتيم كتسجل عنده بحال ماما، بحال ماما عندها سميه خالتي. فملي غادي تسجل عنده لي كوردوني اكس تيغريك ديال بحال ماما اللي هي خالتي، ما بقاش اليني معايا في لا جينيالوجي راه خويا ولا اختي، راه ولا ولد اختي. اذا هذيك المراه الكبيره اللي كيقول لها ماما، هذيك ماما غتسجل عنده جده، وغادي نضيفها ليه نقول له ماما جده. اه دابا حنا في العربيه تنقولوا الجد با ياك، كنقولوا الجده امي، دابا حنا ولادنا ملي كنمشي للعربيه تيقول الجدو با، انا باهم تيقولوا لي بابا، امهم تيقولوا لها ماما، وجداهم تيقولوا لها امي. اش كنزيد انا نوضح ليها؟ كنزيد السميه، كنقول ليه امي خديجه، ميمة خديجه. علاش؟ باش غدا الا جات شي ميمة اخرى ما يبقاوش عنده هو ثلاثه الميمات، اللي غادي تجي جدات المدام عندي، وغتجي جدات من جهه الاب ديال المدام عندي، هما ولاو ثلاثه الجدات. شتي كاينه جداها امها، وكاينه جداها من باها، وكاينه جداها من امها. تخيل دابا الطفل تخلي عنده سميه امي وحده، غادي يولي عنده هذيك امي ما كتعني والو شكون هي فيهم. زيدوا لهم السميه امي خدوج، امي عيشه، الطفل راه كيعرف، وعرفوا تا سميه تقول له بابا المامو، لان غدا يقدر شي عم ولا شي خالي يقول له قول لي بابا، غيقول له بابا لا بابا مخصص بها هذاك. شتي هاد لالينيومون، هاد لا ديزينياسيون، هاد لوريونتاسيون، توجيه كنوجهو كنستقطبو، هذول كيتسمى في الفكر الاسلامي استقطاب القطب. فهنا خص في هاد العائله واحد يستقطبهم، يكون القطب العاطفي ديالهم. شي اضافه لغيدلان عندك؟
جدي معلم الاضافه الغزلان بالنسبه للقرابه الاس ام اس اللي توصلنا بهم لحظه كاين سلام سناء بروفيسور والضيفه الكريمه واللي عنده في العمر ديال 4 سنين ونص وكيتكلم بزاف واش هذا كتعتبر اضطراب. كاين كذلك واحد الاس ام اس بنتي يعني كنحس بها نفنافه كتهضر من النيف ديالها ديتها عند الميديسان اختصاصي يعني في الانف وقال لي ما عندها لا جلود لا والو وخفت لا تلقى المشاكل في القرايه. الا كان قال لها لو غير ما عندها لا مشكله والو دونك ما عندها لاش تخاف ان شاء الله كلشي غادي يدوز مزيان. بالنسبه للطفل اللي عنده 4 سنين كيهضر بزاف ماشي مشكل. انا كنصح الوالدين الى هاد الاب ولا هاد الام اللي صيفطت الاس ام اس باش يدي ولدو واش ولدو كيدير شي اكتيفيتي سبورتيف. الولاد ماشي بحال البنات, الولاد عندهم بزاف ديال الانرجي خصهم فين يخرجوها. دي يدير شويه ديال السبور غادي يتكالما, يكون عنده شويه ديال الانرجي زايده خصها يحيدها. بالنسبه للبنيه اللي كتنفنف غادي نرجعوا للانتيليجونس ميوزيكال. ملي كنقراو والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى غادي نخرجها من الحنجرة ديال الله. تيقولنا في القرآن ورتل القرآن ترتيلا. ألم هو بالنيف ألم يجدك يتيما غادي ندير قدام بنتي قدام ولدي الحركه الصوتيه لانه هو راه حركه. ملي كنقول الم طفل كيشوف باني سديت فمي وبان الصوت انتقل للانف. فاحنا ما كنرتلو لا قران ما كنديرو حركات صوتيه قدامهم. فين بغيتو يتعلموا هادشي الله يهديكم؟ غيتعلموا في التلفازه غيتعلموا في الانترنت. فواحد الوقيته الام كتجلس في دارها ولا الاب وشد المصحف وبدات تقرا واخا تغلط. راه ماشي مهم هو تقرا بحال عبد الباسط ولا تقرا بحال الاستاذ القزابري واغلط, والمهم غافعل قراها الفاتحه قراها قل هو الله احد الاخلاص ولكن رتلها. فملي غترتلها راه كتعطيه المخارج كتعطيه مخارج. الوقت اللي غتبغي تصلح ليه النطق ديالو غدا غتقول ليه هذه ماشي الم ماشي بحالها, غتقول ليه والضحى تعطيه تموقد حرف الحاء والضحى الهاء والحاء كيجيو من الحق. فخصك تمشي ليه الاسماء اللي فيها دوك الفونيم اللي فيها دوك لي سينيفيا وتعطيه معاها السيبور لو تابي بحال اللي كديروا تما في الاخراج ديال الراديو كدير واحد تابي ميوزيكال. فتا هو غنديروا ليه تابي ميوزيكال والضحى الم لا ماشي ما تنطقش. الا عطيتيه لي روبير بلي فونيم وبلو سون هو الولد هادشي اللي باغي غيتعلمك. غزلان انت نتوما يعني في المتابعه مع الاطفال يعني نتوما كتقوموا بهذا الترويج بحال هكا بهذا الشكل هكا يخرج الواحد الاطفال الاطفال كنوريو كيفاش كنحاولوا اكزاجيرو في لا ميميك ديال كل صوت كل حرف باش بحال كنوريو باش كيولي عنده محسوس ما كيبقاش شي حاجه ما كيشوفها كيشوف كيفاش كي البوزيسيون ديال لا لانغ لا بوزيسيون ديال لي ليفغ ديال لي دونك كيشوفهم. وكندير اوسي مع الحروف اللي فيهم اللي كيكونوا كنسميهم دي سون فيبرون بحال خا بحال فا كنحطوا اليد ديال الوليد على 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 عنقنا باش كيحس بلي فيبراسيون وكنقولوا وقلدني دير بحالي باش كيحس باش كيولي محسوس ما كيبقاش عنده نامبورتو كوا كيولي محسوس هذاك الحرف هذاك الصوت كيولي محسوس عنده. غزال الا سمحتي من خلال يعني العمل ديالك اختصاصي في تقويم النطق واكيد انه عشتي تجارب كثيره مع الاطفال والوالدين ديالهم اللي كيجيو عندك وكي يعني كي دائما كيقول لك راه ولدي مثلا عنده مشكل ديال التمتمه وهذا يعني باقي كاع ما تم التشخيص من عندكم ولكن كيتم التشخيص مثلا في المدرسه على اساس كيقول لك راه الشكا ولينا زعما انه ما كيركش كيتمتم في الهضره او لا كيتعطل في الكتابه او لا في الحفاظه ولا دوك الملاحظات يعني كيكونوا في النتائج الدراسيه. ماشي غير المدرسه حتى الانتوغاج كيبداو كلشي كيبدا يقول لي باغون ولدك عنده راه شفت فلانه عندها ولدها بحال هكا راه قالت ليها الطبيبه وقال ليها الطبيب. دونك انا اللي كنصح الوالدين ما يسمعوش شكيتوا عندكم شي شك اختصاصيه تشخص لكم المرض تشخص لكم الحاله تشخص لكم لو تروبل
داك ساعه اونيسيو وكنطلب حاجه واكيد اللي كنقول الوالدين ما تجيوش ديريكتومون عندي اون اوكتوفونيست الا كان ولدكم تعطل في الهضره ولا شي حاجه راه هي ضروري غتصيفطكم عنده ويغال شوفوا دابور ويغال شوفوا دابور يعني وشوفوا دابور نورولوج باش تكونوا سيغ ما عنده حتى شي مشكل عضوي الدماغ والاعصاب شوف طب الاعصاب ديال الاطفال والحلق والحنجره والحلق عند الويغال ضروري باش ما يكون عنده حتى شي مشكل اورغانيك عاد نهضروا على ان ريتاردون كاين واحد الاس ام اس غيزان من عند هشام من اكادير الله يخليك انا عندي بنيته عندها 4 سنين كثيره في الحركه عندها مشكل في النطق كتمتم في الكلام ديالها مع العلم ان الخال ديالها عنده 16 سنه حتى هو يعني تمتم وبغيت نعرف ياك ما التمتمه يعني وراثيه وبغيت شي حلول هي كاين دي تيوري كيقول لك بان التمتمه وراثيه كاين ثلاثه ديال ليزيكول وحده كتقول لك بان التمتمه وراثيه وحده كتقول لك بان التمتمه كيكون ان بيغيمون فيزيولوجيك في الاول يعني فين كيتعلم يهضر وكيبقى قابض داك لو ديسفونكسيونمون كيبقى قابض في الطفل في الهضره ديالو وكاينه التمتمه اللي تجي ان بروبليم سيكولوجيك كيكون شي مشكل سيكولوجيك شي صدمه ولا شي خوف شي صدمه شي خوف ولا شي حاجه دونك اللي نقدر نقول بوسيبل انها تكون وراثيه ماشي كاينه وما كايناش صحيحه وخطا دونك كاين تيوري كل واحد شنو كيف التيوري كتكون صحيحه كتجي وحده اخرى كتقول لك لا هذيك خاطئه ها علاش وعندهم كلهم الحق الحلول ضروري تشوف تشوف ان اوكتوفونيست ضروري يشوف ان اوكتوفونيست مستمعينا غادي نتوقفوا الى حدث مع فاصل الموسيقي وغادي نرجع مباشره نواصلوا برنامج بكل وضوح رفقه الكاتب والباحث الصحي النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي والضيفه غزلان رفقي اوكتوفونيست اختصاصيه في تقويم النطق اذا غادي نواصلوا باقي المكالمات دائما على 0522 46 72 50 51 52 ناخذ غزلان من اكادير الو الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اختي سنة لاباس عليك مرحبا الله يبارك فيك شكرا كي دايرين بخير كي داير الاستاذ لاباس عليك لاباس لا مرحبا بارك الله فيك راني مخلوعه خلعه وفرحه وما لا ما تخلع والو ان شاء الله ما تخاف والو الله يخليك لينا دكتور يا ربي وانتم جميع المسلمين جميعا سلمت على الضيفه مرحبا لله راه سميتها لي غزلان اييه بارك الله فيك استاذ عندي بزاف ديال المشاكل ولكن واحد حلهم الله بما شئت غير واحد الحاجه اللي كان اللي مديرون ديالي بزاف في حياتي وبقى فيا الحال هو انني كنتزوج بواحد السيد كنزوج ومطلق عنده بنيته كتزوج بيا انا جات هذيك البنيته عاشت معنا ولقيت عندها ثلاث سنين حلت عينيها عليا كتقول لي ماما وهذا القدر تفارقنا عشت معاها عامين وتفارقنا ديك عامين عشت معايا ديك البنيته دابا انا تنتوحش هذيك البنيه وتنبغي نشوفها وتا هي تتسول عليا واللي قلت ليه كنبغي بغيت نشوف البنيه تيقول لي لا ماشي من حقك واش بصح الا كان ماشي من حقي نشوف انا هذه البنيه غادي نصبر ونخليها الا كان من حقي مازال نشوفها وتتعيط عليا ماما وركبتها في ظهري ونعسات حدايا وبزاف الحوايج الا كان بصح ما خصنيش نشوفها انا غنصبر الله يخليها ليه والله يعاونها والله يعيشها ليه كيف بغى يشوفها اذا كان معنا سيدي نعم اش غنقول لك على الفكر اللي عندنا في الفكر الاسلامي الله سبحانه وتعالى كيوضح لنا في سورة البقرة فيما يخص المرأة اللي تواعد معها الرجل بالزواج وعطاها المهر ديال الزواج وتعاقدوا على أساس الزواج ولكن شاءت الأقدار ما كملش الزواج معها وتم الفراق الله تيقول ليه في القرآن باش تجبر بالخاطر ديالها خلي لها هذاك المهر خليه وإلا كنتي محتاج خلي لها شي طرف منه وتذكرنا ولا تنسوا الفضل بينكم شوف الفكر الإسلامي شحال راقي من ناحية الشرعية خصو ياخذ المهر ديالو باسكو ما تزوجهاش ما بناش عليها وهذاك غير اعلان عقد باقي ما كاينش البناء من حقه يسحب المهر ديالو ولكن من جهه الاخلاقيه الانسانيه قال ليه الله قال لكم خليه ليها باش تجبر الخاطر ديالها لان هي عقدات نيتها على اساس راه غتبقى معاك وغتبني معاك بيت انت ظروفك الله يعلم بك ولا ما بغيتيهاش ولا انسحبتي من المشروع ولكن هي
جبر الخاطر، جبر الخاطر. وفي الآية الكريمة في سورة البقرة ولا تنسوا الفضل بينكم. فعندنا احنا في الفكر الإسلامي الباب ديال المعروض والباب ديال الفرض، فاصبحوا العديد من المسلمين كيمشيوا يطبقوا باب الفرض. كيمشي تيقول لك لا الشرع تيقول لي هك درت انا الشريعة. يقول الإمام الغزالي إن الشريعة كادت أن تجعلني أكون قاسي القلب. إني في الحساب يجيك واحد وخطق عليه يده، خطق عليه رجله، تفعلي كذا تفعلي كذا، يا الله القلب مخرج. وعندنا الباب ديال الاجتهاد باب الفضل. فهاد السيدة واش كانت اللي كانت كتحب هذيك البنت كانت كتحب بقدر، كانت كتحسب كتقول لا لا ما خصنيش نحب بزاف، ربما غدا نطلق انا وبها ونولي حاصله فلا غنحبك بنتي شويه صافي خرجي خرجي هذا قلبي تيبغيك نوضي عليا نوضي عليا. ما عمرها ما دارت، حبات بنيه مطلقه. فمن الباب الانساني عندها حق تزورها، من الباب الانساني ما خصهاش تطالب بحقها ولكن خصها تستعطف. قال لك ما غاديش نطالب، ما نقولش باغي حقي. القانون حاليا في فرنسا حاليا كاين تعديل في القانون اللي يعطى حق شرعي بالقانون بحال هذه الوضعيه هذه. دابا راجل المراه ومرت الراجل في فرنسا تعيش مع ولده ولا يعيش مع ولدها ويحبوا بعضياتهم، قانونيا اصبح عنده مسطره من يدخل، لان دابا هذه السيده اصبحت ام في الفؤاد. ولاحظتي مسكينه كيفاش كطالب بحقها في الفؤاد؟ شكون اللي غينصفها؟ شكون؟ غادي نصفها الا حنا خلينا باب الانسانيه مفتوح. اما لو بقينا غير في باب الشريعه بوحدو راه الله هو عطانا الشريعه قال لك الا رجع في زواج رجع في زواج وطلقها المهر ياخذه، ولكن الا يخلاه كله او لا جزء منه هذاك راه ماشي شريعه ديك الساعه، هذاك راه تيعرض عليه هو. علاش الله تيقول لنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ كيقول لكم الله شحال جمعتوا لي راني محتاج. الله مالك الملك محتاجين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال لك سلفني انا. شوف ملي كيكون واحد المريض كيقول لك ما زرتينيش، الله تيقول لك ما زرتينيش، كتقول له يا ربي انا ما زرتكش، ما زرتيش عبدي اللي كان مريض وكنت بجنبه وما جيتيش لعنده، كون جيتي لعنده راك كنتي غتجي لعندي لانك كنت بجنبه. شوف زيارة المريض كيفاش كيرفع ليها المقام، كيجعلو كينسبو ليه، تيقول لك ما زرتينيش انا، لان عائد المريض يعود الله. لهذا كتلقى المسلمين كيزوروا المرضى في المستشفيات. شتينا بقينا محافظين فقط على 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 الباب الحساب لما هو حلال ما هو حرام، غادي نطيحوا في قساوة القلب. خاصنا نكونوا ولاد الشريعة، خاصنا نكونوا ولاد الفقه، وما نساوش باب الإنسانية وباب الإحسان. فهنا بغيتها تستعطف تمشي لعند أمها، تمشي لعند أمها اللي ولداتها مرته الأول، تمشي لعندها هي وتقول لها اختي راه ديك السيدة ما قسمش لي الله نبقى أنا وياه، ولكن راه الشريفة اختي راه لي بنتك كنبغيها. من أمها وديك الساعة أمها، علاش غدوز هي من جهة أبوها؟ الباب ديال الأب مسدود، راه باقي الباب ديال الأم محلول. تمشي تصاحب مع هذيك المرأة الأولى اللي ولداتها وتمشي تولي أختها وتقول لي عافاك هذيك البنيه ديالك راني اختي كنحماق عليها وراني دوزت معها وقيت وراني كنتوحشها، وتشري ليها الكادوات وتبين حسن النيه ديالها لهذيك الام تطمئن. في الاول راه غتغير منها وفي من بعد غتازرها وغتساندها وتحلها باب دارها، وملي تبغي تشوف بنتها غتمشي عند امها، والباب ديال الراجل مادام انه تسد خليه ندوز. غادي ناخذ اخر مكالمه معنا ومجده من الدار البيضاء. الو الو وي لالا سماء. مرحبا لالا. السلام عليكم يا مجدة. مرحبا. وعليكم السلام اسيدي بروفيسور ديالنا الكبير. الله يجازيك بخير. كبرتي بعيالك الله يجازيك بخير. الله يخليك. الله تلقاك في الجنة ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين. بروفيسور انا كنت كنتبعك مي كانت عندك ليميسيون السبت الصباح. بارك الله رجعتينا ل 2008. جامي غاتي اون ليميسيون جي تيليشارج. لوبسيرفاتور دو ماروك. شاك سومان. تبارك الله تبارك الله. وهذا المعجز تحت غادي تنوروني ان شاء الله. ان شاء الله. شويه من الكاتبه. مرحبا مرحبا.
الله الله مرحبا يا مجدة مرحبا. الله يجعلك دخل عندي واحد مليون دابا عنده 12 عام ومني كان في القسم الثاني كانت سي ان 3 سي فاسيل او ا وبدا كي الخط ديالو بدا كي المهم ما بقاش مزيان بدا كيطلع شويه يهبط كيوسع وكتعرف من بعد صافي عيطوا لك علاش هاد الخط ماشي هكا علاش هذا ما عرفش يكتب من الخطا ما كيقصوا لهم واحد جوج نقطات في التالي على ود الخط لا حول ولا قوه. في التالي كان عندنا واحد الضغط شويه في الضغط تاع الاب ديالو اللي كيشوفوا ما كتبش هكا كيدير يقطع له ديك الوراق. شكون اللي كيقطع الوراق؟ شكون؟ با ملي كيجي يخدم في الليل الليل كنجلس انا نخدم حداه وداك الشيء كيقول لي بعدا انت علم لولدك كيفاش يقبض السيلو راه ما كيعرفش يقبض حتى السيلو. كيدق على ديك الوراق كيقول له ليكريتور دابور وعاد من بعد ندوزو لهاد الشيء سيتي ميكري با بيان كيبقاو ديك الوراق يتقطعوا ويتعاودوا بالوضع في الثنيه وتدوزو في السكين. حشومه حشومه. ودوزو مسكين نغاص من براسه المهم واحد الساعه بغا ما نقولكش استاذ راه زعما واحد الظروف. المهم شفت ديك الحال ما غادي نصلى حتى شي حاجه. اليغ دو نيميريك. الير وين تابلت كتكتب انت في التابلت وكتطلع لك هي الكاركتير مازلنا نحن أمة القلخ وأمة القول الببوش وأمة المدارس اللي كتنهب في عباد الله واللي كيهيمنوا عليها غير البولاده وصحاب الشكاره. مازلنا كنعطيو نقاط للطفل اللي عنده صعوبه في الخط. كنقصوا له جوج نقاط كتكون عنده بحال دابا 8 ولا 10 ولا كتكتب له 6 7 كيزيد هو هذاك ملي كيجي با كيزيد 80 كيتمول عليه با كيقول له مشى 80 كنقول له شنو هذا الخط هذه ماشي 7 هذه ماشي 5 ما شافها دابا تقطع ديك الوقه كيبدا الولد مسكين يتعصب للجنه كنقول له راه عنده غدا بلا دو فاخشي عطاهم بعدا هما الاولى. شوف عفاختي واش عندك شي طابلات شريتيها لولدك؟ لا دابا عندي هادشي كله راه انا راه انا خدمت مع ولدي بزاف الحوايج دخلت للانترنيت لقيت هاد لو تخوبل سي لا ديسكغرافي وديته عند واحد سبيسياليست هنايا في كازا ديال في العينين وداكشي وكتبت لنا دليلات ابريز ودارهم الولد ديالي ولكن ما كانش عندي واحد المساعده من جهه الاب ديالو كان كيقول لي شنو هادشي ديال التخربيق شنو هذا وعطات نتائج ديك الليلات عطات بدا كيحسن شويه خطو بدا ولقات بان عنده لو شوفيزيال اي با دغوا على داكشي كان كيجلس في الطبله شويه بحال اللي مايل وهذا ودابا انتقل من الابتدائي تناقل الثانوي عنده 12 عام وبدا كيعرفني نفس الشكل ملي كيمشي نوبا ملي كيكتبوا لهم بالزربه كيقول لها ماما ملي كيزربوا علينا راني كنزرب الخط ديالي كيعاودوا يتفلسوا شويه كان كيكتبوا له ديك موان دو دوا هذيك مشيت عندهم الاداره قلت لهم راه ولدي راه الى ديسكغاف وراه دابا الى بغيتي نجيب لكم كيف سافي دير لا ديسكغافي وراه سي ان تخوبل كيتوش لي كارسون بليس كيتوش لي كارسون. وليتي هي كديري الدور النيابه والاكاديميه تبارك الله. وقلت لهم راه ماما من بعد احنا حيت بقيت نجمع حيت ولدي المهم في الباكات عندنا واحد الامبيونس بشي شكل كنا الاب كان معصب بزاف على الخط كون خط هو اللي غادي هذا عينا ما نعطيهوش ديز اكزومبل كنقول له غادي بزاف الناس نجحوا واخا خطو ما نجحش راه لا فاصون باش كتكتب ستيلو راه ماشي هي اللي كتوصلك راه هادي. مجدة الا سمحتي خليك معنا فاصل على نقصر وغادي نرجعوا لك لان بروفيسور ويز مجدة مازال معنا تفضلي. وي انا لا انا ملي كنمشي لعندي مشيت لعندهم قلت لهم فوالا لا ديسكغرافي سي كوا وهادي وراه ولدي راه الى اي تخوب او نيفو دو ليكريتور وهذا قالوا لي عرفنا هذا البروبليم وهذا جبنا له سيرتيفيكا مشيت عند الطبيبه عطاتو سيرتيفيكا المهم يجو اكسبتيني وبقى كيدير ديك النظاره قال له ما كيبغيش لحقاش ما كانش عندي واحد الدعم من جهه الراجل ديالي كان كيقول له شهاد الشيء باغا كنتي ما تجيب لنا شيء باغا كان هذا ديجا انا بعدا كنتبع لي زيميسيون ديال السيكولوجي ديالك باش كنقول لك شنو هذا الشيء المهم ما علينا ما علينا ما من بعد دابا هذا العام هذا كيقولوا لي ولدك الى ديسليكسي خصك تجيب لنا سيرتيفيكا من عند لوغتوفوني باش ندخلوها لهم حيت ما يمكنش كنقول لهم انا ولدي راه ني با ديسليكسي ولا ديسليكسي ماشي شي مشكل كون كان عنده راه في الابتدائي باب لنا وغنوصلوا له ودابا ولدي هو يبرونونس تخي تخي بيان اون نو فيت با دو ميلونج دو مو هو بالعكس ملي كنكونوا في الدوقه الا شفتو لا لا مجدة غير واحد